اليوم كما وعدناكم سنبدأ في شرح كتاب التوحيد لأهميته وللحاجة إليه، بالذات في زمننا الذي كثر فيه الشرك والبدع وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. وليس زهدا أو رغبة عن كتاب الإمام البربهاري شرح السنة، ولكن يعني لأهمية هذا الكتاب بالذات يا جماعة في وقتنا هذا، وكثرت أهل البدع من الصوفية الذين ينشرون الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى بين الناس، فكانت الحاجة ماسة إلى دراسة كتاب التوحيد. فحنتوقف في البربهاري حيث توقفنا، وندرس كتاب التوحيد من بدايته إلى نهايته إن شاء الله تعالى، ثم حينما نكمل كتاب التوحيد نرجع لنواصل البربهاري من حين توقفنا. طيب، كتاب التوحيد لمؤلفه محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب الأفضل أن يحفظ المتن، يعني تحفظ الباب وتدرس الشرح وتمشي تبلغ للناس كما تعلمت، ما تغير فيه شيء. فالأولى أن يحفظ المتن، تكون حافظ المتن من أول باب لحد آخر باب لحد آخر باب. قال المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا. قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم، فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الآية. وعن معاذ بن جبل قال: ابن جبل رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. خرجاه في الصحيحين. طيب، بدأ المصنف كتابه بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. العلماء قالوا، كانوا المصنفين من السلف ومن العلماء يبدأوا كتبهم بالبسملة لأسباب. السبب الأول اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، اقتداء بكتاب الله العزيز. السبب الثاني تبركا بالبداءة بسم الله. والثالث لحديث حسنه بعضهم بمجموع طرقه وضعفه بعضهم، وهو كل عمل لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع أبتر أجزم، وجاء بروايات. طيب، معنى الله قيل هو الإله، وقال عبد الله بن عباس: الله هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وهذا ذكر ابن جرير الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل الله هذا الاسم ذكر في القرآن 2000
و360 مرة، 2360 مرة. الرحمن الرحيم هذان اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى، ويدلان على صفتين من صفاته جل وعلا. قال ابن القيم: الرحمن دال على الصفة القائمة به، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. وقال بعض العلماء أيضا: الرحمن هو ذو الرحمة الواسعة، هو رحمن الدنيا والآخرة. فالله عز وجل يرحم الناس في الدنيا، ويرحم المؤمنين خاصة في الآخرة. قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. شكد بعض العلماء قالوا: الرحمن هذه رحمة عامة للناس جميعا في الدنيا، أما الرحيم يتضمن صفة الرحمة الخاصة بالمؤمنين فقط في يوم القيامة، كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. ثم قال: كتاب التوحيد. والتوحيد هو حق الله سبحانه وتعالى على العبيد. لكن قبل ما أبدأ في شرح هذه الآيات في مقدمة الكتاب والآثار والأحاديث، نحن عندنا شرط اللي هو الحفظ يا جماعة. أنا عارف ناس كتار بيزوغوا من الحفظ ده، كتار خالص. خلاص الكتاب ده نحن هنشرحه، والطريقة هتكون سهلة، لكن العصر بيكون شديد للناس دي كلها. أي زول قاعد، أنا بقوم من طرف اللي بعرف اسمه والما بعرف اسمه، خلاص أي زول قوم سمع، بس كور لك بداية الحديث تمه، خلاص، لأنه ده كتاب التوحيد. إذا أنت ما درسته وحفظته وفهمته، أنت ما عندك أي فائدة. إذا ما فهم التوحيد ما فيك أي فائدة. شكيد الكتاب ده حندرسه بطريقة مختلفة عن باقي الطرق، وحيكون في حق شديد جدا جدا للناس دي كلها، أي زول، خلاص، إلا ما تجي الجمعة. والله تجي بتتحكى في الكتاب ده بتتحكى. طيب، أي ما دي الضيافة ذات؟ الضيافة إنك تحفظ التوحيد يا جماعة في قلبك، يعني لازم، عشان ذاته لما تتكلم في حلقة، تتكلم في خطبة، تتكلم في درس، تتكلم ملان يا أخي. الآن ناس محمد المنتظر شغالين شرك، أنت التوحيد حق الله على العبيد ما قادر تحفظ فيه النصوص وتفهمه وتتعلمه، لكن إنه يسير لمن يسره الله سبحانه وتعالى عليه. طيب، التوحيد هو مصدر من وحد يوحد توحيدا إذا جعل الشيء واحدا، واصطلاحا هو إفراد الله بالعبادة، وينقسم إلى ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أما الربوبية هي إفراد الله بالخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة إلى غير ذلك، ويدخل في الربوبية القدر، قال العلماء كما قال الشيخ حمد بن عتيق، ويدخل وكما قال الشيخ أيضا الفوزان، يدخل في الربوبية القدر، الإيمان بالقدر، ويدخل في الربوبية مسألة الحاكمية التي يدندن حولها بالباطل عبد الحي يوسف ومحمد عبد الكريم وجماعة الملقطين دي. خلاص، طيب، عشان كده الشيخ الفوزان قال: من الناس من لا يفهم من التوحيد إلا الحاكمية، ولا يتكلم في التوحيد إلا في الحاكمية، ويتركون باقي تقاسيم وتفاصيل التوحيد. قال: فنقول لهؤلاء: لو أن الناس جميعا وحدوا في الحاكمية وتركوا باقي أنواع التوحيد لما صاروا مسلمين ولا كانوا كافرين. وذلك بضيعوا زمانهم ساكت، ناس غناة طيبة وشنو ما عارف ليك، وغناة أفريقيا تعد عبد الحي يوسف معاه على الدين الزاكي ومحمد الأمين إسماعيل وغيرهم، ديل بضيعوا زمانهم ساكت، وديل ما عارفين التوحيد أصلا، ما تعلموا التوحيد ولا علموه هؤلاء البشر الضلال من أهل البدع. وفي كتاب التوحيد عن ناقش طوائف كثيرة من أهل البدع وشبه كثيرة بيركزوا عليها الصوفية وغيرهم من أهل البدع. أما النوع الثاني هو توحيد الألوهية،
وهو إفراد الله بالعبادة وبجميع أنواع العبادات كالدعاء. قال ابن القيم: وهو أعظم عبادة الدعاء، أعظم عبادة، وكالذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة والتوكل إلى غير ذلك من أنواع العبادات الظاهرة والباطنة. لأنه في عبادات ظاهرة زي الدعاء، زي الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى، زي الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، زي الذبح لله عز وجل، النذر لله تبارك وتعالى، دي في غالبها ظاهرة. لكن هناك عبادات باطنة قلبية كالخوف والتوكل والإنابة والرغبة والخشية إلى غير ذلك. فإفراد الله بالعبادة هو معنى توحيد الألوهية، وبعضهم يسميه توحيد الإلهية. أما النوع الثالث هو توحيد الأسماء والصفات، وهو أن تفرض الله عز وجل وتؤمن بجميع أسمائه الحسنى وصفاته العلى. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والدليل على توحيد الربوبية أيضا قوله تعالى: الحمد لله ربي العالمين، وقوله تعالى: قل أعوذ بربي الناس، وقل أعوذ بربي الفلق، إلى غيرها من الآيات. والدليل على توحيد الألوهية قوله تعالى: إله الناس، وقوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، وغيرها من الآيات. وهذا التقسيم لأنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، من باب تقسيم العلم، كما قسم العلماء الصلاة إلى أركان وشروط وواجبات وسنن أو مستحبات إلى غير ذلك، وكما قسموا الوضوء أيضا إلى ذلك، وقسموا الصيام والزكاة والحج إلى ذلك. فده ما بدعة، وده من باب الاستنباط من الكتاب والسنة، وهو يكون للعلماء الربانيين. والذي أباح لهؤلاء العلماء الربانيين الاستنباط هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فدي ما بدعة أصلا. طيب، قال المصنف: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يعني ليوحدون، يعني ليوحدون، لا كما يعرفها جماعة التبليغ، وهم من شر أهل البدع جماعة التبليغ، لأنهم صوفية عصرية كما قال الشيخ الألباني. يقولون: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليعرفون. وهذا تفسير باطل، لأن المشركين الأوائل عرفوا أن الإله الخالق الرازق المحيي والذي يميت عرفوه أنه هو الله. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون من؟ ليقولون الله. فمجرد المعرفة أن هناك إله حق واسمه الله، أو أن هناك إله اسمه الله، هذا عرفه المشركون. ولكن أنه هو الإله الحق الذي لا يعبد إلا هو، هذا اختلف فيه المشركون مع النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده الدين بتاع البلاغيين جماعة الدعوة والتبليغ لا يخرج المشركين من الشرك، ولا يخرج الكافرين من الكفر أبدا. دين باطل وليس هو المنهج الصحيح. طيب، فمعنى ليعبدون يعني ليوحدون، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: ليعبدون يعني ليوحدون. قال بعض العلماء: وما خلقت الجن والإنس، في الآية إشارة على أن الجن خلقوا قبل الإنس، ودليل هذا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض
خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ابن كثير في البداية والنهاية قال من أين علمت الملائكة أن هذا المخلوق الجديد الذي هو آدم عليه الصلاة والسلام سيفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ من وين؟ قال ابن كثير ونقل آثارا عن بعض السلف أن الأرض كان يسكنها قوما من الجن ففسدوا فيها وسفكوا فيها الدماء، فأرسل الله إليهم جندا من الملائكة فحاربوهم وقاتلوهم وأسروا إبليس وصعدوا به إلى السماء، فصار إبليس يعبد الله مع الملائكة ولم يكن من الملائكة، ولكنه صار يعبد الله مع الملائكة. فلما خلق الله آدم وأمر الملائكة ومن معهم اللي هو إبليس أن يسجدوا لآدم إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذه القصة. فقالوا ده دليل على إنه الجن خلقوا قبل الإنس، ولكن الله عز وجل أرسل الرسل للجن وللإنس. عشان كده عندك سورة الجن، وعندك في نهاية سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. آمنوا، لأن ربنا رسل الرسل للجن وللإنس، وخلق الجن والإنس للتوحيد، للتوحيد. طيب الآية دي نستفيد منها شو الفوائد فيها؟ كثيرة. يعني نختصر الكلام بما يفيدك في أمر التوحيد ودعوتك للتوحيد تحديدا، نستفيد منها شنو في ذلك؟ أن الله ما خلق الجن والإنس إلا للتوحيد، فأي داعية لا يجعل همه الأكبر الدعوة للتوحيد خالف الكتاب، خالف السنة، خالف الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق ومن أجلها خلقه هو أيضا. وكذلك أي جماعة، أي جماعة، مش نقول ما تدعو للتوحيد، ما تجعل أكبر همها في الدعوة التوحيد. لأن بعض الدعاة الفشلة الذين يركضون ويلهثون وراء التزكيات الفشلة، تلقاهم هؤلاء الدعاة الفشلة لما تقول لهم تتكلم في التوحيد يجروا يسجلوا لك كلمة سريع، ما قولك في الشرك ولا قد انتشر الشرك وطم واضمحل وهذا باطل وبالله التوفيق، تلقاهم مسجلين لو برا في الشارع ويجي ينشروها يعملوا بها غلاط، شفتوا يتكلم بالتوحيد. ده ما المقصود، المقصود انه دعوتك كلها تكون توحيد، لانه نوح عليه الصلاة والسلام دعا للتوحيد كم سنة؟ 1000 سنة الا 50، 950 سنة شغال توحيد يا جماعة. طيب قال وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ومعنى بعثنا يعني أرسلنا في كل أمة. الأمة في القرآن تأتي على 4 معان، مين يذكر لنا مع ذكر الدليل؟ يا أحمد قوم عشان الناس أسمع. الأولى الإمام الذي يقتدى به في الخير، إن إبراهيم كان أمة، أيوة. نعم، بمعنى الطائفة أو بمعنى الملة، الملة مش بمعنى الملة. الدليل كان الناس أمة. طيب إنا وجدنا آباءنا على أمة، ده أوضح في الاستدلال، يعني على دين وعلى منهج وعلى ملة. طيب المعنى الثالث لكلمة أمة في القرآن، أيوة أيوة، بمعنى جماعة أو طائفة من الناس. الدليل فوجد عليه أمة من الناس يسقون. المعنى الأخير الرابع، أيوة لا المعنى الأخير، أيوة يا مزمن،
الفترة الزمنية أو فترة من الزمن. قال تعالى وادكر بعد أمة. طيب ولقد بعثنا في كل أمة، هنا مقصود بها شنو؟ في كل جماعة، في كل قبيلة، في كل قوم، يعني مقصود بها قوم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى أي رسول يا جماعة ربنا رسله لغاية واحدة بس في الأصل في الأساس، عبادة الله واجتناب الشرك وعبادة الطواغيت. الإمام سليمان بن عبد الله آل الشيخ صاحب تيسير العزيز الحميد قال كلمة عجيبة في الآية دي، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، قال وهذه الآية هي أول واجب على المكلفين معرفتها. أول واجب على أي زول بلغ وعاقل وبقى مكلف، أول واجب يعرف الآية دي، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال وهي معنى لا إله إلا الله. الآية دي قال هي معنى لا إله إلا الله. ليه؟ قال فإنها لا إله إلا الله تضمنت النفي والإثبات، كما تضمنت هذه الآية النفي والإثبات. ففي قوله أن اعبدوا الله الإثبات، وقوله واجتنبوا الطاغوت النفي. شو الكلام ده؟ كلام عجيب مرة واحدة. طيب ومعنى الطاغوت لغة من مادة طغى، ويعنى بها مجاوزة الحد، ودليل ذلك من القرآن إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى الماء يعني تجاوز شنو يا جماعة؟ حده، ليغرق الكافرين في من قوم نوح عليه الصلاة والسلام. أما بالإصطلاح الشرعي الطاغوت، قال العلماء أجمع ما قيل فيه ما قاله ابن القيم، هو كل معبود أو متبوع ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. لكن الشيخ العثيمين قال والضابط في ذلك إذا كان الإنسان متبوع ليسمى طاغوت، قال الضابط في ذلك أن يكون راضيا. عشان كده البرعي يقول لك قوماك نزاور للأولي الأقطاب لهم نشاور، منهم خفي الحال منهم مجاهر، منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. فديل راضين بالشغل هذه الصوفية. ويقول لك البرع أيضا فإن ضقت ذرعا في زمانك ناده تجد غياث الخلق باد وحاضر. ويقول البرع في ليك سلام مني كتاب البرع في كربك أنده بدغيثك جنده. فده مش راضي بس ده بيدعوك عديل إنه تعبدهم هم من دون الله، هؤلاء طواغيت ولا خلاف في ذلك. طيب قال ابن القيم وطريقة القرآن في هذا في مثل هذا أن يقرن النفي بالإثبات. كلام ده كلام عجيب اسمع، أن يقرن النفي بالإثبات، وده فيه فائدة بترد على الجماعات الحزبية اللافة الليلة اللي بتقول نحن بندعو للتوحيد. ده بوريك انه ما شغالين توحيد اصلا، والشغالين ده ما التوحيد ذاته بتاع ربنا. قال ابن القيم وطريقة القرآن في مثل هذا ان يقرن النفي بالإثبات. دي اخذها من وين الفائدة دي؟ من الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ان اعبدوا الله، ده إثبات، واجتنبوا الطاغوت، ده شنو؟ ده نفي. وكذلك لا إله إلا الله نفي وإثبات. قال ان يقرن النفي بالإثبات فينفي عبادة ما سوى الله ويثبت عبادته، وهذا هو حقيقة التوحيد. والنفي المحض ليس بتوحيد. يعني إذا جاء داعية أو جماعة قالوا للناس لا إله وفاتوا، ده ما توحيد، ديل كده شيوعيين، صح ولا ما صح؟ طيب قال قال ابن القيم وكذلك الإثبات بدون النفي، وكذلك الإثبات بدون النفي برضو ما توحيد. أصل الآن الجماعة عندهم قناة اسمها البصيرة، واحدة ثانية اسمها شنو؟
مش الاستجابه اقصد، وشنو ما عارف ليك اي ونور وشنو. لما نعصرهم نقول ده ما بيتكلم في التوحيد يجيب لك محاضره شيخ عز الدين كشيه وده اخو مسلم. خلاص، ان التوحيد هو امر الله على العبيد، وهو اول واجب، وهو اعظم امر. طيب الشرك وين؟ النفي وين؟ ده ما توحيد، ده كله ما توحيد. ابن القيم قال لك شنو؟ وكذلك الاثبات بدون نفي ده ما توحيد، ما توحيد. طيب، فلا يكون التوحيد الا متضمنا، ده كلام ابن القيم لسه، فلا يكون التوحيد الا متضمنا للنفي والاثبات، وهذه حقيقه لا اله الا الله. انتهى كلامه. عشان كده الآية ذاتها ربنا قال الرسل كان بيسووا شنو؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، بيسووا شنو؟ بيقولوا للناس، بيأمروا الناس بعبادة الله، وبينهوا الناس عن الإشراك وعن عبادة الطواغيط. فهمت الحتة دي أنت؟ عشان كده ديل الحزبين ده يقول لك لا لا، ما التوحيد اللي يعني تتكلم فيه البرعي، أي لأنه البرعي طاغوت، ولا بد من نفي عبادة الطواغيط ونفي الطواغيط في مسألة التوحيد. ولا يكون الإنسان داعية إلى التوحيد حتى يجمع بين النفي وبين شنو يا جماعة؟ بين الإثبات. ده كلام ابن القيم عليه رحمة الله. طيب، قال وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى، قال العلماء يعني أمر، ويقال يعني وصى. وهذه الآية في قوله تعالى ألا تعبدوا، ألا تعبدوا إلا إياه، متضمنة أيضا لمعنى لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله فيها النفي في قولك لا إله، وفيها الإثبات في قولك إلا الله. وكذلك الآية ألا تعبدوا نفي، إلا إياه شنو يا جماعة؟ إثبات. ثم أتى الله سبحانه وتعالى بحق الوالدين بعد حقه مباشرة، قال وبالوالدين إحسانا، ومعناها كما قال العلماء وأن تحسنوا للوالدين إحسانا. وكون الله سبحانه وتعالى أتى بحق الوالدين بعد حقه جل وعلا هذا دليل على عظم حق الوالدين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا، صح ولا الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا، هكذا قال: العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء في رواية، العاق لوالديه، والديوث، ومدمن الخمر في رواية أخرى. وعلى الإخوان يا جماعة إخواننا يعتنوا بحق الوالدين، لأنه ما ممكن تعلو صوتك على أبوه، خليه انك تتشاكل معه وتتضارب معه بني صوتك، ما يجوز تعلي على ابوك. ربنا قال ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ابوك وامك لو مشركين كفار عديل، ربنا قال فلا تطعهما في شركهم اذا دعوك للشرك، لكن قال وصاحبهما في الدنيا معروف. ده اذا كانوا كفار، فما بالك إذا كانوا مسلمين. والزول ما يقول بس يمسك يقول لك الزول أنا موحد، وتلقى معاملته لوالدينه زي الزفت. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا أبدا، العاق لوالديه أول واحد. أفهم الكلام. طيب، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الله ولا تشرك به شيئا، أيضا متضمنة لمعنى لا إله إلا الله. نقيف لحد هنا ونواصل ما تبقى من الآيات والآثار والأحاديث في الباب. وأنا بقيف على يعني مسائل معينة مهمة بحيث أن الناس محتاجين لها، لكن لو دار نقيف عند كل آية وقفة مطولة لأخذت يعني وقتا طويلا. في سؤال؟ نعم. طيب اسال. سري يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله خير. هل ياسر الزرقي مجروح عندكم أم عدل؟ وإذا كان مجروحا فنرجو منكم ذكر أسباب الجرح مع العلم أنكم أتيتم به إلى هذا المسجد، وشكرا. نحن فعلا جبنا ياسر الزنجي في هذا المسجد وتكلم وأخطأنا في ذلك، لأن الرجل كان بيصير لنا أنه رجل هو صاحب منهج وصاحب عقيدة ودعوة إلى التوحيد وإلى المنهج الصحيح، وكان بيصير لنا برضو في مجالسته معانا أنه هو بعيد من جميع أهل البدع، ولكن وجدنا الأمر خلاف ذلك تماما ورأيناه بأعيننا ليست مرة واحدة ولا مرتين، بل مرات ومرات ومرات. وبعد نصحناه نصائح كثيرة جدا جدا، ووقفنا معه وقفات كثيرة وكبيرة في نفس الوقت، ده كله عشان ينصلح حاله، لكن لقينا في النهاية ماشي مع السرورية، ناس منار محمد رمضان ولا اسمه منو؟ منار ملاسي، مين رمضان ملاسي بتاع كسل ده، خلاص. وده رجل تكفيري سروري ضال منحرف، فكره هو فكر داعش ومنهجه منهجهم، وإن نكرهم لكن المنهج هو المنهج. وكتابه موجود عندي اسمه الصدع بالحق والتحريض على جهاد الدفع، الصفحة 27-28، منار يذكر في هذا الكتاب عقيدة التكفيرين وعقيدة الخوارج في نفس هاتين الصفحتين من هذا الكتاب. ياسر الزنج ده نصحناه، إنه ما تمشي مع الزود، الزود ده منهج ومنهج 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 وكذا كذا، وناظرناه ومنار ده في كسلة، خلاص. ووريناها للمدعو ياسر الزنجي ده برضه ما زال يزكيه وماشي معه. واحد اثنين، ياسر الزنجي ماشي مع جمعية إحياء التراث الكويتية السرورية الإخوانية الخارجية البدعية، وقد رد على هذه الجمعية إحياء التراث الكويتية الإمام الألباني رحمه الله في سلسلة الهدى والنور، ورد على هذه الجمعية أيضا الشيخ ربيع في فتاوى وكتب كثيرة جدا، ورد على رئيس على مؤسسها عبد الرحمن عبده الخالق ذلك الشيطان الخبيث المصري الذي فرق السلفيين في جميع البلاد إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، خلاص. فبيجوا ناس خليل حامد خليل وعبد الرحمن حامد بجمعية إحياء التراث للبلد دي، زي ما جابوا شجر الشهواني وجابوا فرحان بن عبيد الشمري رئيس جمعية إحياء التراث بمدينة الجهراء الكويتية، جابوا جماعة ديل ولافي معاهم ياسر الزنجي، وهو بعظمة لسانه الزنجي ياسر الزنجي ذاته قال لي أنا اللي قاعد أدخل الشيوخ ديل كلهم بعلاقاتي بدخلهم السودان من المطار، يعني هو مصدر ومورد للبدعة وأهلها ياسر الزنجي، مصدر ومورد. ونصحناه والله عشرات المرات في هذا الكلام، ورجل مخادع شفت كيف، ورجل منحرف هذا الرجل تماما، ويصاحب محمد مصطفى عبد القادر الذي سب الصحابة وقلنا له توب قال ما بتوب، ونصحه الشيخ الفوزان قال الفوزان عنده تكفير، نصحه الشيخ محمد بن هادي المدخلي قال ده سب على المنهج السلفي. هذا يسووا لهم شنو نازل؟ انا والله ما اعرف يسووا لهم شنو تاني. فذا لافي مع النازل، وقال النبي عليه الصلاة والسلام الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فنحن نحذر منه، وهذا ديانة لله سبحانه وتعالى، نرجو من هذا التحذير الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الإمام أحمد بن حنبل حينما قال له رجل إنه لا يعز علي، يعني صعب علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا، قال الإمام أحمد إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ قال الإمام أحمد وهذا الأمر أعظم من الاعتكاف في المساجد وأعظم من قيام الليل، التحذير من البدعة وأهل البدع أعظم أجرا وثوابا عند الله من الاعتكاف ومن قيام الليل ومن صيام النهار.
فأي ذول بيتضايق ده جاوب عليه الإمام أحمد زمان. نعم تفضل. سؤال يقول: يا شيخ، في المسجد أخضر جديد في الناحية الشمالية الغربية من مسجدنا هذا افتتحوا لنا، وقالوا سموه الطريق القادرين، وقالوا للناس خشوا في الطريق القادرين، ما حكم هذا؟ أنا ما شفت اليافطة، لكن لو الآن علقوا يافطة أو قالوا بلسانهم مثلا إنه على ده بتاع الطريقة القادرية وأبقوا قادرية صوفية قادرية، حرام تبقى صوفي، ده حرام في الإسلام. ليه؟ لأنه الصوفية ذاتها بدعة، كده خليه قادرية ولا سمانية، صوفية ذاتها هي بدعة، صح ولا ما صح؟ أتحدى أي صوفي على وجه الأرض أو تحت الأرض أو راكب في أي جبل خلاص يجي يدينا دليل واحد إنه يجوز تتحذف في الإسلام وتعمل لك جماعة أو طريقة أو غيره. تحدى أي زول. واحد قام قال، اتصل بي من السعودية أول امبارح، زول ظريف شديد، قال لي أنتوا أنا متابع القناة بتاعت اليوتيوب وما شاء الله وجزاكم الله خير أول بأول، لكن أنتوا عندكم باطل تتوبوا منه والسلام عليكم ورحمة الله. قلت دقيقة، قف ورينا الباطل يا جنته هسه بنتوب. قال لي كيف تقولوا ما في صوفية والتصوف بدعة؟ قال لي والفيلسوف المصري قال إنه في زمن الرسول كان في صوفية، ده فيلسوف مصري زي المصري بتاع الفاطمية، ده زول ضال زي ذاك خلاص، اسمه مين شلبي ده. المهم فقام قلت له وين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سكت، نسى ذاته أظن كلام الفيلسوف. قال لي كانوا ساكنين في الجامع. قلت له انت قاصد على الصفة؟ قال ايوه، بس ذيل ذكرهم الفيلسوف المصري. قلت له انت من لهجتك سوداني مقيم هناك؟ قال لي ايوه. قلت له الصفة دي باللهجة السودانية كده زي الراكوبة، الراكوبة اللي بيعملوها دي، ناس فقراء من الصحابة جو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عندهم بيوت، ما عندهم أموال، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اعملوا حاجة زي الراكوبة في طرف الجامع، اقعد تحت الظل بتاع دي الصفة، مش الصفة يعني صوفية، عرفتها؟ مش الصفة يعني صوفية. والشبهة دي زادة قال محمد الله اسمه محمد المنتصر الازيري صاحب حسين خوجلي، لما جابوه في التلفزيون قال الصوفية في زمن الرسول فيه، واستدل بالشبهة الباطلة دي. ونفس الكلام ده قاله البرعي، قال طيبة دار الصوفي أمشي لها وطوفي، مش كده؟ طيبة دار الصوفي، ده كمان طلع الرسول صلى الله عليه وسلم ذاته صوفي، ده البرعي المجرم الذي هلك طلع النبي صلى الله عليه وسلم ذاته صوفي، وده كله كلام باطل يا جماعة، باطل ما عنده أساس من الصحة. ثم إن الطريقة القادرية دي من أكثر الطرق الصوفية اللي بتنشر الكفر والإلحاد والشرك بالله، لأنه شيخهم قال ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي، وأعلم عدد الرمل كم هو رملتي، وأعلم عدد الموج كم هو موجتي، وأعلم عدد النبت كم هو نابت، وأعلم علم الله أحصي حروفه وإن قلت كن يكن. ها؟ ده كفر ليس بعده كفر، ده دين الطريقة القادرية دي، سواء كان سموها قادرية عركية أو قادرية أبناء الجعلي أو أبناء كدباس أو صادقاب أو سجم رماد، كله باطل. ده الجامع الأخضر ده بيعلمك الشرك إذا كانوا فعلا قادرية وقالوا الكلام ده إنه ندعو الناس للطريقة القادرية، ده شرك. وده الحمد لله بقى لنا مشروع جديد بتاع جهاد في سبيل الله، ربنا فتح علينا باب خلاص، ده نعمة من الله سبحانه وتعالى من زاوية معينة، إنه ربنا فتح لنا باب جهاد، مش جهاد نمشي نفجرهم، لا 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 لا، نحن بنفجر الأفكار، عرفت كلامي؟ الأفكار والعقائد، ما زي السرورية وشوف على التكفيريين وعاد يشيل له غنبلة في علبة صلصة يمشي يفجر له جردل بتاع طحنية، لا لا لا، نحن بنفجر الأفكار والعقائد التي في القلوب، ده ديننا كده. فالحمد لله ميكروفوناتنا ما شاء الله ضربة،
واحتمال نعمل لها زيادة برضو الأسبوع القادم، عرفت كلامي؟ وشغل بيمشي، ما في صوفي بيركز قدام الموحدين أبدا أبدا، ولا يفرحوا الجماعة ده الله من الأخوان المسلمين طبعا حيفرحوا، والحزبيين برضو من الوالدين وبتاع بعضهم أنا متأكد حيفرح يقولوا ديلو جوم ناس يحاربوا، يا دوب الشغل بدأ تقايون. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.